مرة رئيس جامعة القاهرة الأسبق الراجل اتكلم كلام محترم، وهو ده من ضمن ثقافتنا اللي كنا بنعملها الحمد لله. اتكلم في نقاط ممكن ما دخلش معانا كتير وما كانش كلام كتير، بس كلامه مختصر ومهم. ايه المختصر المهم؟ اللي عشان خاطر النادي الأهلي كان مسافر وبقى موجود عشان خاطر اسم النادي الأهلي، دي حاجة ملهاش كل التحية والتقدير. كان موجود وبيقول لك نحترم، لازم تحترم الرأي والرأي الآخر، وإحنا بنعمل كده، بنحترم كل الآراء. لكن ما يبقاش الرأي الآخر ده كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم تبقى واجبة علينا يعني، ومفروض اللي إحنا نسكت ولا إيه؟ كمان نروح لكابتن سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الأسبق. كابتن سمير برحب بحضرتك. أهلا بيك، أهلا بيك. وحشنا كابتن سمير. أنتوا وحشنا، أنتوا كلكم وحشنا والله. كابتن سمير خليني قبل ما اقول اي حاجه، حضرتك صاحب بصمه كبيره على الرياضه المصريه بالبطولات والانجازات، حاجه مشرفه حاجه محترمه. حضرتك كنت موجود داخل النادي الاهلي بتقول نعم، مش عايز اخش في تفاصيل بس احنا دردشنا مع بعض، وخوفك وحرصك على النادي الاهلي هو اللي خلاك موجود. هتقول يا كابتن سمير اتفضل. والله هقول ان يعني اللي احنا شفناه حاجه منظمة جدا، ويمكن الانتخابات اللي تمت وكان فرصة كبيرة جدا ان احنا شفنا كل الناس ولاد النادي الاهلي لعيبة ولعيبة الكورة والناس اللي هم والتجمع كبير جدا جدا جدا، ويمكن كنا كلنا ملتفين حوالين محمود طاهر، وانت عارف محمود طاهر ده صديقي وعشت عمر طويلة يعني، وانا شايف ان دي يعني تدرس، اللي حصل ده يدرس رغم ان هو بعد كده بعد ما خلص الصوان رجعوا قالوا لا ده لازم السنه ثانيه واحده بس عشان تفتح الباب ثانيه واحده. اتفضل. واخد بالك؟ ف قعدوا يقولوا بقى يقول لك لا ده حصل مشكلة كبيرة جدا بعد كده على الانتخابات وعدد العدد. احنا كنا في الصوان كل الناس الأهلوية، كل الناس الأهلوية الحقيقة، مش عايز أقول أسامي عشان ما أنساش حد، إنما حاجة كانت حاجة جميلة جدا، ومحمود طاهر كان في وسطنا. محمود اصلا العلاقه اللي بيني وبينه الحقيقه مش علاقه ان انا رايح عشان النادي الاهلي. الو؟ ايوه اتفضل كابتن سمير مع حضرتك. انما محمود طاهر انت عارف انا كنت رئيس اتحاد كوره، وهو كان عضو مجلس اداره معايا في الاتحاد في فتره من فترات. وانا شايف ان اللي حصل، وبعدين بعد كده للاسف الشديد قال لك لا ده لازم تكمل في القاهره في 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 النادي في النادي في اتحاد الكوره وفي اتحاد العيد ايه الغواصه يعني. انا شايف ان احنا بعد ما خلاص وكل حاجه خلصت قال لك لا ده لسه لازم النادي الاهلي لازم يبقى في عدد معين. المهم يعني ان انا عايز اقول ان احنا احنا ربنا كرم النادي الاهلي وكرم محمود طاهر والمجلس بتاعه، واحنا كلنا سعداء بيه، ونفسنا بقى نفسنا يعني ان المرحله اللي جايه تبقى مزيد من الانجازات. يعني النادي الاهلي اذا كان اخذ بطوله كره القدم ان شاء الله بطوله افريقيا دي اهم السنه دي ان شاء الله. يا سلام يا سلام، هي دي بقى يعني بقى خلصنا كل حاجه. وانا بقول في نهايه حديثي معاك بقول ان النادي الاهلي لازم كل الناس تعرف ان النادي الاهلي ده قيمة وقامة الحقيقة في حاجات كثيرة جدا، وأنا سعيد جدا إن أنا أقول رأيي في وسط الأحداث لأن أنا ابن النادي الأهلي. كابتن سمير زاهر رئيس اتحاد كرة القدم الأسبق، بشكرك كابتن سمير شكرا جزيلا. وفعلا يا كابتن سمير النادي الأهلي قيمة وقامة، واللي بيحترم النادي الأهلي الناس كلها بتحترمه وتحترم ولاده ورموزه، وده الأهم عندنا طول الوقت. عشان كده الكابتن سمير قال نقطة مهمة جدا عشان البعض ما يزعلش مني، احنا قلنا اسماء حضرت قبل ما يبقى معانا الاستاذ جابر نصار، فاعتذر لو انا
في اسماء ما قلتهاش من نجوم ورموز.